نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لها الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح يا فندم؟ استاذة سلمى، الصوت واضح؟ بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السادة الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في معهد الدارين للنبوغ المبكر وكورس الطفولة والمراهقة والحلقة الأخيرة من هذا الكورس، وهو الذي استمر أكثر من شهرين على مدى كل أسبوع حلقة وسهرة وأمسية، بدأت بالثواب والعقاب ثم أسس الاستذكار الفعال وتنظيم الوقت والاغتراب عند الشباب والفتيات ومهارات الاتصال والتواصل والمراهقة ومنغصتها وهكذا حتى اليوم، وهو إن شاء الله عن هذا الموضوع اليوم، عن الانحراف. ونقصد هنا نأخذ مثال على الانحراف، كنا خدنا قبل كده ظاهرة العنف، النهاردة نأخذ مثال على الانحراف وهو ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات لدى الشباب والفتيات وآثاره المدمرة على الشباب والفتيات وعلى المجتمع، وكيفية علاج هذه الآفة الرذيلة. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأخير من هذا الكورس، وهذا الكورس كان اتبع حضراتكم ان احنا في كل حلقة كنا بنعطي بعض الخبرات اللي موجودة عندنا واللي شفناها واللي مرينا بيها، وبنطلب من حضراتكم ان من خلال خبراتكم الحياتية ان تقولولنا حاجة من خلال خبراتكم الحياتية مرتبطة بكل حلقة. فالثمان حلقات السابقات وهذه الحلقة كل حلقة ليها تطبيقات تربوية، كنا وعدنا حضراتكم ومعهد الدارين للنبوغ المبكر كان وعد حضراتكم بان الزملاء اللي هينتظروا معانا بيبقى ليهم شهادة بحضور هذا الكورس، بس بشرط حضور هذا الكورس وحل تطبيقاته التربوية. فلو في اي حد محضرش محاضرة من هذه المحاضرات فان شاء الله النهاردة وبالاشتراك مع فريق الدعم ان شاء الله الزملاء المتخصصين يجهزوا التطبيقات التربوية بتاعت الحلقات السابقة كلها، وهنحطها في الاخر بحيث تطبيقات التربوية السابقة وبتاعت النهاردة يبقوا التسع تطبيقات تربوية مطلوب من حضراتكم ان انتوا النهاردة هتشوفوهم وتبعتوا لنا اجابات على هذه التطبيقات ان شاء الله. فان شاء الله دلوقتي من قبل البداية بنجهز ان احنا
في الآخر إن شاء الله السادة المسؤولين بمعهد الضرائب سواء معهد أو الدعم المتخصص في تجميع هذه الحلقات كتطبيقات تربوية إن شاء الله بيجهزها ونحطها في الآخر بنعرضها على حضراتكم، علشان شرط إن أي حد من حضراتكم هياخد الشهادة بحضور الكورس إنه لازم يبعت لنا هذه التطبيقات إن شاء الله في خلال بإذن الله في خلال أسبوع تكون عندنا على العنوان اللي هنحطه في الآخر في آخر شريحة إن شاء الله، ويكون الاسم ثلاثي أو رباعي أو الاسم اللي ترغبه يتحط في الشهادة إن شاء الله. اللي عاوز يخلي اسمه ثنائي وحر ثلاثي رباعي يكون الاسم كامل إن شاء الله، والتطبيقات التربوية كلها جاهزة عندنا في خلال أسبوع إن شاء الله تكون موجودة عندنا إن شاء الله. بعرفكم بنفسي، أنا اسمي أحمد عبد المنعم حجاج، خبير تربوي بوزارة التربية والتعليم، مادة علم النفس والاجتماع. ربنا أنعم علي بماجستير في التربية تخصص علم نفس تربوي في إعداد برامج تنمية مهارات التعلم والاستذكار لدى الطلاب، وأيضا باحث دكتوراه في التربية علم نفس تربوي في رعاية واكتشاف الموهوبين، ومدرب ومعد ومنفذ برامج تنمية بشرية لمديري ورؤساء أقسام الموهوبين، ومدرب ومعد ومنفذ برامج تنمية بشرية تنمية قدرات عقلية لطلاب الفئات الخاصة والموهوبين، ومدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين في البرامج العامة، مدرب برامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بمشروع دعم التعليم، ومدرب في إعداد المدربين لبرامج تنمية أداء المعلمين وبرامج خريطة المنهج ونواتج التعلم، ومدرب برامج تدريب معلمين ومعلمات التربية الرياضية المشاركين بمشروع تنمية القدرات الحركية للأطفال بمشروع تطوير المدارس بالقاهرة، ضيف مستمر بقناة التلفزيون الصحة والجمال وإرادة الفضائية والإذاعة المصرية في تقديم برامج تنمية بشرية، ومدرب ومعد ومنفذ برامج قياس وتقويم بمركز رعاية الموهوبين بالقاهرة، وربنا أنعم علي بالرائد المثالي مركز أول جمهورية 2010 والمعلم المثالي أيضا القاهرة والجمهورية 2012-2013. أهلا ومرحبا بحضراتكم في اللقاء الأخير من هذا الكورس، وهو كورس الطفولة والمراهقة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن معهد الدارين للنبوغ المبكر. نتمنى لحضراتكم كل خير وكل سعادة، ونشكركم على المجهود اللي شاركتونا فيه على مدى هذا الكورس، وأظن حضراتكم متفقين معايا إن فريق الدعم له كل الشكر في هذا أو هذه المساهمة العظيمة والتعب اللي هم تعبوه والجهد، وربنا يكتبه لهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم. وهذا الجهد اللي هم بذلوه واللي انا بذلته والمعهد بذله كله لوجه الله، فهي عبارة عن موضوعات تقدم مجانية من قبل المعهد، وكل السادة المتطوعين تطوع مجاني، وكل تقديماتنا هي عبارة عن تقديمات مجانية لوجه الله. يعني نرجو من الله أن يتقبلها وتكون لنا صالح الأعمال إن شاء الله. بشكر فريق الدعم أستاذة سلمة والأستاذ مصطفى والأستاذة أماني وكل الزملاء اللي موجودين، والأستاذة كريستين
ماهر وكل الزملاء الموجودين في الدعم وكل الزملاء المتخصصين في التسجيل، وان شاء الله اذا كان في حلقات لسه ما نزلتش مسجله احنا بنوعد حضراتكم ان هي خلاص على وشك تنزل، لان كان في مشكلات في الصوت وفي بعض الحاجات اللي اتسجلت كانت مسجله مقطعه، فالمتخصصين ان شاء الله بيبذلوا مجهود ان هم يحاولوا ينزلوا اذا كان في حلقه او حلقتين ما نزلوش بينزلوا ان شاء الله على اليوتيوب، ان شاء الله نازلين على اليوتيوب ان شاء الله في خلال الاسبوع ان شاء الله. ونتمنى ليكم ان شاء الله يعني جلسه جميله وجلسه فيها كل الخير ان شاء الله. موضوع النهارده حضراتكم بيتكلم عن الانحراف، ونقصد ظاهرة الإدمان والمخدرات. ظاهرة الإدمان والمخدرات من الظواهر المنتشرة والأكثر تعقيدا والأكثر خطورة على الإنسان والمجتمع، وبتعتبر هذه الظاهرة إحدى مشكلات العصر، حيث يعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء، ولذلك أجمعت كل دول العالم على اختلافها واختلاف سياستها ومعتقداتها على محاربة هذه الظاهرة من خلال مكافحتها عالميا وتنظيم البرامج والمؤسسات المعنية بذلك، وكذلك عقد مؤتمرات وندوات إقليمية ودولية. إذن نحن نعترف أن هذه الآفة، وهي آفة المخدرات وإدمان المخدرات، هي مشكلة عالمية على مستوى العالم وليست مشكلة إقليمية أو محلية، وكل دول العالم على اختلاف في السياسة بتاعتها بدأت تتضافر جهودها بحيث أنها تكافح هذه الظاهرة وتعقد بعض المؤتمرات والبرامج التي تتصدى لهذه الظاهرة. ما المقصود حضراتكم بالمخدرات؟ المقصود بالمخدرات هي مواد كيميائية تسبب النوم والنعاس أو غياب الوعي أو تسكين الآلام، ومنها أشكال مختلفة زي النباتات والأبخرة والسوائل والمساحيق والأقراص والكبسولات، وده بيتم تعاطيها إما شربا أو استنشاقا بالحقن، فهي تسمم العقل وتؤدي إلى تغييب الوعي وتغيير في التفكير كإحساس المتعاطي بالقوة والمتعة، وتلغي الشعور الطبيعي لديه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اصطلح على إن كلمة مخدر هي عبارة عن مواد كيميائية بتسبب النعاس وبتسبب النوم وبتسبب غياب الوعي، فالإنسان بيكون مش مدرك ذاته وغايب عن نفسه ومش واخد باله هو مين وفين وكان وليه، وباستمرار يبقى عاوز ينام ونعسان، وإذا كان عنده آلام بتسكن من هذه المواد الكيميائية. هذه المواد الكيميائية بيبقى ليها أشكال مختلفة، ففي منها عبارة عن نبات زي مثلا شجر البانجو كده، أو في منها أبخرة حاجات بتطلع كده كبخار وبتشم ويستنشق، وفي منها سوائل يبقى عبارة عن سائل كده يؤخذ بالحقن أو يشرب، وفي منها مساحيق زي البودرة، وفي منها أقراص زي كده أقراص الصداع وبعض الأدوية، وفي منها كبسولات. كل ده أنواع للمواد الكيماوية اللي بنقول عليها مخدرات. بيتم بقى تعاطي هذه المواد إما عن طريق الشراب وتشرب يعني، أو تستنشق أو تشم أو تحقن في الوريد أو في عضل، وكل الحاجات ديت لما بتخش الجسم بتسمم العقل، لان هو العقل ده هو ده المركز المسيطر على الجسم كله. فهذه المواد بتخش على العقل بتسممه وبتؤدي الى غيابه،
ويبقى الفرد مش واعي هو مين وابن مين وجي فين وراح فين، ولا هو في حالة من الإدراك خالص، بتفكيره بيتغير لأن كل ديت مواد مضرة، وبيحس هذا المتعاطي بأن هو قوي، وبيحس أن هو مستمتع، والشعور الطبيعي بتاعه ما بيبقاش حاسس بيه خالص. إذن هي دي حضراتكم ما يسمى بالمخدرات. طيب يعني ايه ادمان؟ فالمدمن اللي هو خد المواد المخدره دي، المواد الكيميائيه، فبنقول على ان المدمن كمدمن او يعني ايه ادمان، ان هي حاله نفسيه عند هذا المدمن المتعاطي، عنده حاله نفسيه، واحيانا بتكون حاله عضويه يعني الجسم ما بيقدرش يتحرك الا بيها، بتنتج عن تفاعل الكائن الحي، هذا الكائن الإنسان بيتفاعل مع العقار، العقار اللي هو الدواء أو المواد الكيماوية ديت، بتؤدي به إلى الرغبة الملحة في تعاطي العقار بصورة متصلة أو دورية للشعور بأثرها النفسية أو لتجنب الآثار المزعجة التي تنتج عن عدم توافقه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإدمان ده عبارة عن حالة عند الفرد، إما تكون حالة نفسية وهو لازم من الناحية النفسية ياخد هذا العقار، أو حالة عضوية يعني جسمه بيقعد يلح عليه إنه لازم ياخد هذا أو هذه المادة الكيميائية، بحيث إنه بتبقى عنده رغبة ملحة جدا ورغبة جديدة إنه لازم يتعاطى هذا، وبيكون هذا التعاطي بصوره متصله ودوريه، بحيث ان يعني مثلا احنا بنقول لاولادنا حتى في المذاكره، يا اولاد ما حدش يقعد يذاكر ومثلا يمسك كده مج قهوه وكل 10 دقائق وربع ساعه يشرب مج قهوه او مج شاي 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 او قهوه قهوه أو. اذا تكررت هذه العاده بصوره دوريه غير طبيعيه، بحيث انه ما يقدرش يقعد على مكتب الا قدامه الكوبايه دي او المج ده، لازم ده يتشال ده يجي مكانه، ده يخلص ده يجي مكانه، دي حاله نفسيه. فلو تكررت هذه بصوره دوريه يبقى دي حاله نفسيه تسمى الادمان. وانه يقول لك اصل جسمي واخد على كده، لازم اقعد اشرب 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 بالطريقه دي. وفي بعض الادويه هنقولها دلوقتي انه ممكن يكون بناخد دواء لحاجه معينه وبعد كده ندمن هذا الدواء بعد ما نخف من العلاج اللي كنا بنتعالجه من الالام ديت، ممكن هذا الدواء يبقى يعمل لي اثار مزعجه لو هو بعد عني، فابدا بعد كده افضل متواصل معاه. يبقى هذا التواصل مع العقار اللي هو الدواء او المشروب مثلا زي مثلا الشاي والقهوه والنسكافيه والحاجات دي، بس بصوره دوريه ملحه دوريه غير شعوريه. يعني معقول مثلا ان الواحد ياخد له فنجان قهوه او فنجانين مثلا في اليوم في ال 24 ساعه مثلا، لكن مش كل 10 دقائق مج مج في مج في مج في مج كده في كوبايه كبيره كده، او شاي ورا شاي ورا شاي ورا شاي، تبقى ديت هنا يبقى حاله نفسيه واحيانا تكون حاله عضويه. حتى بعض الادويه نخلي بالنا، زي مثلا دواء الكحه، ما يكون عندنا سعال كده او كحه، وفي بعض الادويه يبقى فيها بعض المهدئات، فممكن المهدئ ده بعد ما يروح مني السعال او الكحه تبص لي ايه؟ انه بدات ان انا يعني اخد عليه، فناس بتخف بعد كده من السعال او من الكحه وتفضل شغاله في هذا الدواء العقار ده، فبنستعمله بصوره سيئه، يبقى ده اسمه ادمان. طيب اقسام الادمان في منها عدة أقسام. ينقسم الإدمان إلى نوعين، في إدمان نفسي وفي إدمان جسدي. احنا لسه كنا واحنا بنعرف في الإدمان بنقول إيه، حالة نفسية وأحيانا عضوية. طب إيه هو بقى الإدمان الجسدي وإيه هو الإدمان النفسي؟ الإدمان النفسي هو ينتج عن تعاطي المواد المنشطة والمهلوسة والمواد الطيارة والكوكايين والحشيش. يبقى ده اسمه ادمان نفسي، يعني الفرد
بيفضل يتعاطى مواد منشطة للحالة بتاعته، بحيث المواد دي بتكون مهلوسة. المواد دي عبارة عن مواد طيارة تتطاير، وزي مثلا الكوكايين والحشيش. أما الإدمان الجسدي بقى بينتج عن تعاطي الفرد للخمور ومشتقات الأفيون والمسكنات والمهدئات. ففي بعض الأدوية عشان كده الدكاترة الصيادلة اللي فاتحين صيدليات بيبقى عندهم ترخيص انه في بعض الادويه والمسكنات لا يمكن تعاطيها لاي فرد الا بروشته من طبيب، وتكون برضه بكميات معينه لانها كترها او في اي وقت بتتاخد فيه بتكون مضره وما ينفعش، لان ده بتسبب ادمان. يبقى اذا الادمان الجسدي بيبقى ينتج عن تعاطي الفرد للخمور او مشتقات الافيون والمسكنات والمهدئات. يبقى دي نوعين من انواع اقسام الادمان. احنا بنقول لحضراتكم كده عشان نخلي بالنا من ولادنا. ولادنا في سن المراهقه وسن الشباب ممكن يدخلوا في الادمان بدون ما هم يقصدوا. ممكن، فنخلي بالنا حضراتكم. كل دي عبارة عن ندوات توعية، تنمية بشرية توعية من خلال الأب والأم ووسائل الإعلام والكبار وأفراد المجتمع والمؤسسات الاجتماعية المتعددة، المدرسة والنادي ووسائل الإعلام والصحبة ودور العبادة. لازم نخلي بالنا إن أولادنا ممكن يقعوا في إدمان، وممكن يتعرضوا لأي قسم من هذه الأقسام بدون ما ياخد باله، إما يتعرض للإدمان النفسي أو يتعرض للإدمان الجسدي. إما هو يتعاطى مواد منشطة ومهلوسة ومواد طيارة وكوكايين وحشيش بدون ما يقصد وبدون ما ياخد باله، زمايله يشدوه للحاجات ديت ويقولوا دي حاجات بسيطة أو دي سيجارة أو دي مثلا قاعدة كده قرايحي وخلاص. وممكن يتعرضوا للإدمان الجسدي عن انه يشرب بعض الخمور او مشتقات الافيون او بعض المسكنات او المهدئات اللي بتتحط مثلا في بعض المشروبات وهو مش واخد باله. فلازم نخلي بالنا قوي ويبقى في عندنا توعيه لاولادنا في هذا الموضوع. طيب، يبقى دي قسمين من اقسام الادمان. الادمان ده هل في دول يهمها ان اولادنا يقعوا في الادمان؟ طبعا اقرب دوله وهي الاحتلال الاسرائيلي. فدور الاحتلال الاسرائيلي في نشر المخدرات كان واضح قوي، حيث انه بدا في منطقه فلسطين اللي كانت منطقه نظيفه ومنطقه بها او ارض المقدسات، كانت نظيفه الى حد ما حتى احتلها الاحتلال الاسرائيلي، فلجأ الى طرق خبيثه من اجل احكام السيطره على الانسان. هذا الانسان الفلسطيني اللي اسرائيل بدأت تستحوذ على عقليته، فتخش عقليته ازاي؟ فبدأت تسهل عمليه مرور المخدرات وتشجع على الاتجار فيها. وكان هم اسرائيل الاكبر هو الاسقاطات الامنيه للشباب بحيث يسقط شباب هذه الامه. فانتشرت بقى السموم البيضاء بشكل سريع بين الشباب والفتيات، وخاصه اولئك الذين كان عملهم داخل اسرائيل. في ناس كان ليهم عمل داخل اسرائيل فبداوا يتعرضوا الى الاتجار او الى انتشار السموم البيضاء وهم مش واخدين بالهم، وبدات اسرائيل يبقى لها دور كبير جدا في نشر هذه المخدرات. طيب، حضراتكم لو بدأنا نتكلم عن في الشريحة اللي بعد كده اهي العوامل بقى اللي تؤدي إلى تعاطي المخدرات. إيه العوامل التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات؟ في حضراتكم منها عوامل كتيرة. فمثلا أول عامل العوامل الشخصية كعوامل مؤدية إلى تعاطي المخدرات. إيه هي العوامل الشخصية؟
العوامل الشخصية دي بتتعلق بحالة المدمن من حيث شخصيته المضطربة أو الأمراض النفسية أو الجسدية أو الجسمانية التي يعاني منها، بالإضافة إلى العوامل الوراثية. يعني حالة الفرد الشخصية، لما يكون شخصية الفرد مضطربة وغير مستقرة وعنده بعض الأمراض النفسية أو عنده بعض الأمراض الجسدية الجسمانية اللي بيعاني منها، سواء بقى الأمراض الجسدية دي أو الجسمانية واخدها عن طريق الوراثة، زي مثلا بعض الأمراض الاكتئاب كعوامل وراثية، بعض أمراض الشخصيات المضطربة اللي فيها الانفعالات أكثر من اللازم أو فيها بعض الاضطرابات وعدم الثقة بالنفس، دي كلها عوامل شخصية. دي بتساعد على إن الفرد يقع في براثن المخدرات. طيب، إذن العامل الشخصي مهم جدا، شخصية الفرد. فشخصية الفرد المضطربة سهل جدا، أو المريضة نفسيا سهل جدا تقع في تعاطي المخدرات عن الشخصية السوية المستقرة اللي عندها الثقة بالنفس. فإزاي حضراتكم إحنا كآباء وأمهات نبدأ ندي الثقة في النفس لأولادنا في سن المراهقة وسن الشباب، ونبعدهم عن الاضطرابات الشخصية والاضطرابات النفسية والاضطرابات الجسدية التي ممكن يعاني منها فبيضطروا إلى إن هم يلجأوا إلى المخدرات؟ طب ده أول عامل. العامل الثاني وهي العوامل البيئية الاجتماعية المحيطة. العوامل الاجتماعية المحيطة زي مثلا الأسرة والتربية، يعني كعلاقات أسرية بين الوالدين في بتؤثر على تكوين الطفل. سواء تكوين الطفل النفسي أو فقدان أو غياب أحد الوالدين، مثلا أحد الوالدين توفى أو سافر أو مش موجود لسبب أو آخر نتيجة الوفاة أو الطلاق أو السفر، فبيعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى الانحراف وخاصة موضوع الإدمان. بنضيف إلى ذلك الوازع طبعا الديني وضعف الوازع الديني والعادات والتقاليد المتبعة، انه اذا كان هناك ضعف في الوازع الديني فده يعتبر برضه من سوء التربية داخل الاسرة، فدي من العوامل الاجتماعية المحيطة ايضا لعوامل مؤدية الى تعاطي المخدرات. العامل الثالث وهو الجماعات التي ينتمي اليها الفرد. ايه الجماعات التي ينتمي اليها الفرد؟ فاذا كانت الاسرة هي البيئة الاجتماعية الاولى، لكن في بيئات اخرى بيعيشها الإنسان. ففي مختلف الجماعات التي ينتمي إليها الفرد، وبتشكل البيئة الاجتماعية الثانية بتاعته، اللي هي الصحبة، الزمالة، سواء زمالة مدرسة أو زمالة كلية أو زمالة صحبة نادي، فدي بيحيا فيها الفرد. هذه الجماعات إما تدعم بنية الأسرة أو تهدمها. فإذن لابد ان احنا نخلي بالنا ولادنا ايه الجماعات اللي بينتموا اليها، عشان ناخد بالنا من حته الايه العامل الثالث وهو عامل اللي يؤدي الى تعاطي الادمان. طيب، لو حضراتكم بصينا كده للجزء ده، ايه هي السمات الاجتماعيه التي يتركها الادمان على شخصيه المدمن؟ هل هناك سمات اجتماعيه يتركها الادمان على شخصيه المدمن؟ طبعا المدمن بنلاقي عنده ضعف في القدرة على التوافق الاجتماعي، يعني ما يقدرش يصاحب حد، ما يقدرش يتوافق مع حد، لا أب ولا أم ولا زمايل ولا إخوة ولا أصدقاء، ما يبقاش عنده حتة توافق أو تكيف مع الآخرين. عدم القبول الاجتماعي للشخص المدمن، تبص لإيه؟ هو مش مقبول اجتماعيا في وسط الناس، باستمرار كده بتحس إن هو بيعمل حركات بحيث ان هو يجبر الاخرين على انهم ينبذوه. فقدان الكيان داخل الاسره وانهيار المثل، بيبقى مفيش كيان داخل الاسره موجود وبينهار هذا الكيان داخل الاسره، ومفيش مثل بالنسبه له، بحيث ان هو شايف ان المجتمع كده مفيهوش مثل عليا، او في انهيار للاخلاق. ايضا سوء الخلق والإهمال باستمرار بيبقى
اخلاقه سيئه ومهمل، وما بيعملش حساب ان ده كبير او ده اخ كبير او ده زميل او ده والد او دي ام او ده صديق كبير او ده عم او ده خال، خلق سيء جدا او ده معلم او معلمه، يبقى سوء الخلق عنده واهمال. ثم التدهور الاجتماعي الذي يؤدي الى عالم الاجرام، يبدا بقى يتدهور اجتماعيا ويسلك سلوك قد يصل به الى عالم الاجرام ويبقى شخص من ضمن المجرمين اللي داخل مجتمعه. طب هل المخدرات لها اثار على المجتمع؟ نعم لها اثار على المجتمع. ازاي؟ بيعتبر تعاطي المخدرات او ادمانها من المشكلات التي تؤثر بطريقه مباشره على بناء المجتمع وافراده. ليه؟ لما يترتب عليه من اثار اجتماعيه واقتصاديه تنسحب على الفرد والاسره والمجتمع. يعني اذا الفرد المدمن المخدر اللي بياخد هذه المخدرات بيعمل مشاكل كبيره قوي في المجتمع وافراد المجتمع، سواء من اسره او من عمل او من مدرسه او من شغل معين بيشتغله، وبتتضح هذه المشاكل في سلوكه. فاثر سلوك المتعاطين او المدمنين بيبقى اثر سيء جدا على الاوضاع القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه للمجتمع، وهنشوف دلوقتي بيظهر الكلام ده ازاي. فهل هذا الاثر السيء، المشكلات السيئه للمتعاطين او المدمنين بيظهر ظهور واضح قوي كاثار سلبيه على المجتمع؟ نعم. ازاي حضراتكم؟ ادي رقم واحد من الناحيه القانونيه. المدمن هنا يضطر الى السرقه من اجل توفير ثمن الماده المخدره، وهو دلوقتي عايز يشرب ومعوش فلوس. الاول كانوا سحبوه زمايله او الصحبه انه كانوا يدوله ببلاش لغايه لما جت رجله، وبعد كده يقول لا ما فيش بقى الكلام ده بفلوس، فبدا يتصرف في الفلوس باي طريقه. لو ما معهوش فيبدا يسلف، لو ما حدش قدر يسلفه فيبدا يسرق عشان يقدر يجيب ثمن هذه المادة اللي هو عايز يتعاطاها. يبقى إذن هنا بيضطر إنه يسرق. أدي ناحية قانونية بقى ضدها. انهيار القيم الأخلاقية وتفشي الرذيلة والزنا. ما خلاص ما فيش بقى قيم أخلاقية طالما بدأ سرق، وهنا السرقة يعتبر هنا باب انهيار القيم الأخلاقية، وبدأ تتفشى الرذيلة وقد يلجأ إلى الزنا وهو مش في حاله من الوعي خالص. ايضا بدا يبقى فيه جرائم قتل، لانه ممكن اللي بيسرق ده حد يشوفه وهو بيسرق فيجي مثلا يمسكه او حاجه، او يروح هو يكون في جيبه حاجه كده مؤذيه زي سكينه او مطوه او فممكن يروح حطه بيها. يبقى كده بقى بعد ما كان مدمن او بقى سارق، لا ده بقى قاتل. فبدات تنتشر جريمه القتل، وهنا الارتباط بيبقى واضح قوي بين المدمن او الادمان وجرائم القتل. وقد يصل الى الانتحار او قتل الاخرين، اما ينتحر هو بسبب اللي هو بيشربه، او هو مش في حاله من الوعي خالص، ممكن يرمي نفسه من حاجه عاليه جدا او ياخد مخدر اكتر من اللازم وينتحر، او يقتل الاخرين في سبيل الحصول على هذا المخدر. يبقى برضه دي من الناحيه القانونيه برضه اثار سلبيه. ايضا سهوله الاسقاط الامني لمدمن المخدرات، انه مدمن المخدرات سهل جدا دول يعملوا اسقاط امني داخل المجتمع. يبقى ادي اولا من الناحيه القانونيه. طيب ثانيا بقى من الناحيه الاقتصاديه، هل الادمان، هل المخدرات لها اثار سلبيه اقتصاديا على مجتمعنا؟ نعم. فظاهره تعاطي المخدرات لها جانبها الاقتصادي بالنسبه للفرد من جهه والمجتمع من جهه اخرى، وهنشوف حضراتكم ازاي من الناحيه الاقتصاديه قدام شويه. طيب تعالوا نشوف بقى من الناحيه الاقتصاديه، لو نظرنا الى الاثار المخدره على
الفرد، فنجد ان الشخص المدمن قد بدأ تعاطي المخدرات مجانا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، اول مره خدها مجانا او مجامله لصديق او حبا في استطلاع او رغبه في تسكين بعض الالام، ولكن بعد ذلك يبدأ في دفع الثمن للحصول على المادة المخدرة، وفي كل يوم يزيد من الجرعة التي يأخذها وبالتالي يزيد الثمن. فكل يوم بياخد جرعة، الجرعة دي مثلا بقد كده، يبدأ يكبر الجرعة، فلابد يبقى الثمن يكبر حتى يدفعوا الحصول عليها، وحتى يأتي الوقت الذي يجد فيه المدمن نفسه قد خسر كل شيء يملكه. فممكن يصل الى كل شيء عنده بيخسره بسبب انه خسر الفلوس اللي دفعت كلها على هذا الادمان. طيب حضراتكم لو بصينا ايضا لهذا، فده يكون هنا تعاطي المدمن او ادمانه بيؤثر على ناحيه الانتاج ايضا، بيؤثر على الناحيه الانتاجيه، وبالتالي يؤثر على الناحيه ناحيه انتاج المجتمع. فهذه العناصر البشريه والقوى البشريه بتكون دي عماله معطله عن الانتاج، بحيث انه بتبقى قوه مبشره، قوة بشرية اسف، على الانتاج بتكون عاطلة، لانه هذا الانسان بينتج. فتخيلوا بقى الانسان اللي بينتج ده بدأ يخش في المخدرات وبقى مش في وعي وما يعرفش يقف على مكنة ولا يعرف ينتج ولا يعرف يشتغل اي حاجة، فدي قوة اقتصادية معطلة. يبقى بل ان الدولة تنفق اموالا طائلة، الاموال الطائلة في مكافحة المخدرات كان اولى ان احنا نعمل بيها مدارس او مستشفيات. فالدوله بتنفق اموال كبيره جدا عشان تكافح بيها المخدرات، زي مثلا مرتبات لوزاره الداخليه، ممكن وزاره الداخليه يسهر يوم ويومين ثلاثه والناس تطبق في شغلها، وبالتالي يبقى ليها حوافز عشان كده، او تبدا تشتغل وتسعى عشان تقدر تلم المخدرين دول، فكل ما بيبقى ليهم شغل اكتر كل ما بياخدوا حوافز. أو قد يكون الدولة بتجيب أدوية بحيث الأدوية دي تعالج المدمنين، فالأدوية دي برضو مكلفة ليها ثمن، أو تعمل بعض المستشفيات اللي تعالج فيها المدمنين، فبرضو كنا أولى إن احنا الفلوس دي تصرف في حاجة تاني. أو السجون اللي بيسجن فيها المدمنين دول عليها حراسة ولازم ياكلوا ولازم يراعوا الداخل، فكل دي برضو بتبقى مصاريف على الدولة. كان من ممكن استثمار هذه الفلوس في عملية البناء والتنمية، بالإضافة إلى أن رواج تجارة المخدرات بيترتب عليه تهريب العملة الصعبة. برضو رواج المخدرات ده بيهرب العملة الصعبة من البلد، بيهربها من البلد إلى الخارج، فبتقل كمياتها وبيزداد الطلب عليها وتتجه إلى مزيد من الارتفاع، والذي ينعكس بدوره على القوة الشرائية للعملة الوطنية. يبقى اذا فعلا المخدرات لها اثرها الاقتصاديه المدمره للمجتمع. طيب اثارها بقى من الناحيه الاجتماعيه، المخدرات لها اثار من الناحيه الاجتماعيه، اثار ايضا سلبيه تتمثل في خطرتها في كون المدمنين خطرا على حياه الاخرين. طبعا المدمنين اي حد في منطقته، اي حد مدمن بيمثل خطر في المنطقه، كل واحد خايف اولاده خارجين داخلين، فخايف من الفرد المدمن اللي في قلب الشارع دوت او اول الشارع او اللي قاعد، فيبقى ده بيمثل خطر على اولاده من حيث انهم عنصر قلق واضطراب لامن المجتمع. فهنا بيسعى كل منهم الى البحث عن فريسه عشان يقتنصها، سواء بقى انه يسرق او يقتل، وده بيقودهم في النهايه الى عالم الاضرار. طبعا ما هو المدمن طالما سرق والسرقه دي كده بدات تدخله في عالم الاجرام، ممكن يقتل ويرتكب جرائم اكتر واكتر، ويصبح شخصيات حاقده على المجتمع لا تعرف سبيلها الى اهدافها الا بالعدوان، وبعد فتره بيقعون فريسه للمرض النفسي والانطوائيه وعدم المشاركه في بناء المجتمع. اذا دي ناحيه اجتماعيه بتبقى منهاره داخل المجتمع
والنواحي الاجتماعية بتكون مضطربة وقلقة داخل المجتمع بسبب المدمنين. طيب تعالوا بقى لحضراتكم لو شفنا خطورة الإدمان بقى. هل الإدمان خطر زي ما قلنا على الفرد بس؟ لا. طب على المجتمع بس؟ لا، ده على الاثنين. فالإدمان خطر على الفرد وعلى المجتمع إزاي؟ لو احنا مسكنا الفرد المدمن ده، إزاي الإدمان خطر عليه؟ الإدمان خطر على الفرد من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الصحية ومن الناحية النفسية. خطر عليه اجتماعيا انه المدمن بيتسبب لنفسه مع افراد عائلته، زوجته او اولاده، بعض المخالفات وبعض الشجار وعدم التوافق بينه وبين زوجه او بين زوجتها او زوجته او اولاده، وايضا يكون هناك مخالفات قانونية وحوادث طرق زي حوادث المرور، لو كان مثلا سايق عربية او هو مدمن ممكن يعمل حوادث، وممكن يصل الى انه برضه يبقى في ديون عليه مع افراد المجتمع اللي حواليه. فاذا هناك مشكلات زوجية، هناك مشكلات اسرية، هناك ديون، هناك مخالفات قانونية وحوادث طرق، يبقى دي خطر على الفرد في الناحية دي بتسبب له هذه الخطورة. صحيا انه المدمن بيتسبب لنفسه لامراض جسمانية خطيرة جدا، زي مثلا امراض قرحة المعدة او قرحة الاثنى عشر او تليف الكبد من المواد اللي بياخدها، او التهاب الرئوي او الايدز او يعني بعض الامراض الخطيرة. ايضا حضراتكم بالنسبة للخطورة النفسية، خطورة الادمان على الفرد نفسيا بيحس ان هو غير واثق في نفسه، فبيحصل له بعض الامراض النفسية زي القلق وزي الاكتئاب، وزي والاكتئاب خلي بالكم ان في اكتئاب نوعين، في اكتئاب عصابي واكتئاب ذهاني. فالاكتئاب العصابي بيكون اخف وطأة، لكن الاكتئاب الذهاني بيكون اشد وطأة، بحيث ان ده ممكن يبقى مش دايما بنفسه خالص وينتحر وهو مش دايما بنفسه، وقد يصل الى الجنون، يبقى عدم الثقه بالنفس، القلق، الاكتئاب، الانتحار، الجنون، كل دي امراض نفسيه وامراض عقليه بتبقى خطره على الفرد. طيب خطوره هذه الافه الرذيله على المجتمع، هذه الآفة الرذيلة بتبقى خطر على المجتمع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية. طيب من الناحية الاجتماعية ازاي؟ انه بتسبب الانحرافات والتفكك الأسري والتفكك الاجتماعي واللامبالاة، بحيث نلاقي المجتمع كله يعني اللي هو مجتمع المنحرفين ده بيبقى في نواحي المجتمع ده منتشرة حتة التفكك الاسري والتفكك الاجتماعي واللامبالاه والانحرافات المنتشره وتشرد الابناء والزواج المتعدد والطلاق المتعدد، واذا ويبقى اذا وعدم الانتاجيه داخل المجتمع. من الناحيه الاقتصاديه بقى بيبقى مفيش انتاج، فبيؤثر على الانتاج، ان الناس المدمنه هتنتج ازاي؟ الناس اللي نايمه، الناس اللي نعسانه، الناس اللي مش جريئه بنفسها هتنتج ازاي؟ عدم العمل، ضياع ميزانية الدولة في الضبط والإحضار والعلاج. بالنسبة بقى للأمنية زي ما قلنا على المجتمع بتسقط بقى الإسقاطات الأمنية بتحصل، وبيبقى هنا في علاقة بين الإدمان والجريمة، القتل والسرقة والاعتداء بين أفراد المجتمع. يبقى إذن على المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، أدي خطورة الإدمان على الفرد من الناحية الاجتماعية والناحية الصحية والناحية النفسية. يبقى اذا الادمان هنا خطر من على الفرد وعلى المجتمع. طيب حضراتكم لو شفنا الجزئية ديت، هل الادمان بيجي كده ولا ليه اسباب؟ عشان نخلي بالنا بقى حضراتكم بقى نشوف ولادنا، نخلي بالنا عشان الاسباب ديت ممكن تكون موجودة واحنا مش واخدين بالنا، لازم نبقى عينينا كده في وسط راسنا ونخلي بالنا من اولادنا الله يكرمكم. اول سبب سوء استعمال المواد والعقاقير المخدره.
يعني ايه سوء استعمال المواد والعقاقير المخدره؟ استعمال المواد زي مثلا القهوه والشاي والنسكافيه، ما دي مواد بتتشرب، بس بتتشرب بصوره سيئه. اما يشربها بصوره سيئه متكرره غير طبيعيه، لكن مش فنجان في اليوم ولا حاجه، لا عادي، لكن مثلا كل 10 دقائق كده مجه او كوبايه قد كده، او يبقى جنبه صب 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 حط، ما ينفعش. او العقاقير المخدره زي مثلا دواء الكحه زي ما قلنا، ممكن دواء الكحه ده الدكتور مثلا يقول لي خد مثلا معلقه شاي كل مثلا يوم 3 مرات بعد الاكل مثلا. ففي ناس بتتلذذ بهذا الدواء، يجي يلاقي طعمه حلو كده يقول لك طب ما ناخد معلقه كبيره، طب ما ناخد بالازازه، طب ما ناخد 5 6 مرات وهكذا. ويبقى هو كده بيستعمل هذا العقار اللي هو يعتبر عقار للدواء، هو بيستعمله بصوره سيئه فيصبح هذا العقار مخدر. يبقى دي سوء استعمال في المواد والعقاقير المخدره. طيب ده سبب يوقعنا في الادمان واحنا مش واخدين بالنا. السبب الثاني حب الاستطلاع بقى او التقليد بين الشباب. اول ما الشباب كده يبداوا بسم الله ما شاء الله شنبهم يخط كده زي ما بيقولوا، يبدا بقى يظهر كده شنبه ويقول لك بقى ايه، احنا عاوزين بقى نقلد كده ونقلد الرجاله بقى، وخد دي واشرب ديت وجرب وديت، وعايزين نستطلع. مش انتوا بتقولوا من واحنا اطفال علمونا حب الاستطلاع؟ حب الاستطلاع مش في الحاجات السيئه اللي زي كده يا اخوانا لو سمحتوا. حب الاستطلاع ان الولاد بيفهموه بطريقه خاطئه، انه بيحاول يقلد الحاجات الوحشه او الحاجات الرذيله اللي هو بيقتنع ان هي دي الرجوله. فحب الاستطلاع والتقليد بين الشباب ده يوقعهم في الادمان من غير ما ياخدوا بالهم. الحاجه الثالثه الافكار الخادعه حول المتعه والسهر والسرور والتركيز والانتباه. الولاد بيقعدوا بقى يدوا وعي لبعض وعي خادع، خد جرب دي هتسهللك، خد دي هتجرب دي هتخليك زي الحصان، خد جرب دي هتخليك عينك مفنجله كده لغايه الصبح، ده النهارده ليلتك، ده النهارده مش عارف يوم ايه، ده هتقدر تركز، ده الامتحان الصبح، ده يدخل هتوسع انتباهك وتخلي تركيزك عالي وهتخليك زي الفل ومصهلل، ودي مش هتخليك تنام وتقدر تركز. كل دي افكار خادعه حول المتعه والسهر والسرور والتركيز والانتباه. فنخلي بالنا برضه اولادنا لو سمحتوا اللي بيذاكروا، احنا دلوقتي داخلين على امتحانات الثانويه العامه، وفي وقت شغال امتحانات الجامعات وامتحانات على وشك بتنتهي بكره او بعده بتاعت اولى ثانوي وثانيه ثانوي. فنخلي بالنا الناس اللي يقعد الزمايل كل يوم عشان تسهر وعشان تسهلل وعشان تبقى مبسوط وتحس بمتعه وتركز وتنتبه وهكذا. فكل دي افكار خادعه، افكار مش واعيه، وعي زائف. فده سبب من اسباب ودوافع الادمان. طيب الحاجه الرابعه الاحباط بقى لدى الشباب من ذوي البطاله والظروف السيئه. الشباب اللي قاعد وفي حاله من البطاله وعدم شغل او ظروفه الاسريه والمعيشيه سيئه قد يصاب بالاحباط من جراء المشاكل اللي حواليه، فبيضطر الى انه ياخد اي حاجه تنيمه او تنسيه همومه، وزمايله يبداوا يقولوا انسى وخد دي وتنام وهكذا، فيبدا بقى يحبط. فالاحباط يخليه يلجا الى انه يستعمل بعض الادويه اللي تخليه يبقى مش دريان باللي حواليه، وهنا بعد كده يبدا يخش في الادمان. يبقى ده سبب من اسباب الادمان ايضا. في برضه شخصيات بتبقى اسمها الشخصيات الانسحابيه، الهروب والانسحاب من المشكلات وعدم مواجهتها. في عندنا بعض الشباب او الفتيات لما يبقى في مشكلات امامه، مثلا وليكن مشكله اسريه مع بابا او مع مامته او مع اللي حواليه او مع اخواته الكبار او معاه ومع الكبار، فبيحاول هو يبعد خالص عن المشاكل وما يحبش يتدخل فيها ولا يساهم بالحل، وده بيبقى اسمها شخصيه انسحابيه انطوائيه، فبيهرب من المشاكل. وعشان ما حدش يبدا يدخله في المشاكل دي ويخليه شاهد او يبقى يخليه مثلا يشترك في هذه المشكلات، فيقول لك انا ماليش دعوه بالكلام دوت، انا ايه ماليش دعوه، بابا وماما بقى بيتخانقوا مع بعض او اخواتي الكبار او مش عارف ايه، انا ماليش دعوه عشان ما حدش يشاهدني وابقى مع ده او ضد دوت. فشخصيته اصلا مش منبسط ومجتمع مع الاخرين، فهو بقى شخصيه انسحابيه. فعشان يهرب من هذه المشكلات فممكن ياخد اي حاجه عشان تنيمه، عشان ساعتها يقول لك انا ما كنتش هنا، كنت نايم، انا كنت بعيد، انا كنت فممكن البعد عنهم ده يخليه
ان هو يشرب اي حاجه عشان تنيمه، يقول لك عشان اروح في النوم، ياخد منوم والمنوم مره في مره في مره، بقى ما بقاش يعرف ينام الا بهذا المنوم. طيب يبقى ادي كمان حضراتكم الايه الاسباب. تعالوا بقى نشوف المواجهه بقى، القانون بيواجه المخدرات ازاي. القانون بيواجه المخدرات بحسم، فعلا بيواجهها بحسم. فهنا بنقول ان تقع المخدرات ضمن اعلى درجات الجريمه وهي الجنايات. فقضيه المخدرات هي جريمه وتعتبر جريمه من جرائم الجنايات، فهي لا تسقط بالتقادم الا بعد مرور 15 سنه من تاريخ القضيه. يبقى اذا كان هناك قضيه فلا تسقط بالتقادم الا بعد مرور 15 سنه. وحسب القانون رقم 19 لسنه 62 بيبقى هناك عقوبات مستردة على كل من يحوز او يشتري او يبيع او يسلم او ينقل مواد مخدره بقصد الاتجار. وقد وصلت العقوبه في هذا القانون الى حد الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته، طبعا بالاضافه الى غرامه ماليه محدده. طيب اما المدمنين على المخدرات فبيعتبرهم المشرع القانوني مرضى في الماده 37. فاذا هناك فرق بين الماده 19 والماده 37. الماده 19 بتاعه الاتجار او النقل او الشراء او البيع، لكن الماده 37 بتبقى المشرع القانوني قال ان دي بتبقى خاصه بالمدمن لانه ده بيعتبر مريض. طيب بس بيعاقب بالسجن. هو مريض بس بيعاقب بالسجن. ولكن لم تحدد المده الى الا حسب طبعا المشرع ما قال، على حسب الكميه اللي هي في جسمه يعني. واعطى الحق للقاضي بادخالهم المصحات العلاجيه لمده 6 أشهر على الاقل، وقد على الا تزيد عن سنه. يبقى هنا برضو المشرع قال ان القاضي بيبقى ممكن يتدخل ويقول انه ممكن ينقل الى مصحه لمده 6 شهور بحيث انه ما يزيدش عن سنه في العلاج، بحيث انه بعد كده يقضي المده بتاعته. طيب ادي بالنسبه للقانون اللي تصدى لهذه القضيه. طيب الاضرار بقى الصحيه للادمان. الادمان بيعمل ايه في الناحيه الصحيه؟ المدمن بتتنوع الاضرار الصحيه الناتجه عن تعاطيه، وتتفاوت من بين اضرار تحدثها عموم المخدرات وما بين ضرر ينفرد به نوع معين دون الاخر. احنا خدنا قبل كده وقلنا انه بيؤثر مثلا على اعضاء الجسم، فمثلا في جهاز المناعه. فالادمان بيضعف جهاز المناعه، جهاز المناعه ده اللي هو ربنا خلقه في جسمنا بحيث ان هو يقدر يكافح اي ميكروب داخل الجسم ويعمل مناعه لهذا الميكروب اللي يخش داخل جسمنا. فلازم يكون جهاز المناعه ده قوي عشان يقدر يحارب الميكروبات اللي بتخش الجسم. فالمخدرات بتضعف هذه القوه بتاعت جهاز المناعه، فبيصبح المدمن اكثر عرضه للمرض واكثر معاناه، لان طبعا جهاز المناعه عنده ضعف. تخيلوا كده حضراتكم لو مثلا حاطين قدام الفيلا او العماره بتاعتكم قوه امنيه قويه جدا ومحدش يقدر يخش القوه الامنيه دي، هي ده جهاز المناعه. تخيل بقى ان القوه الامنيه بدات تضعف 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 وتقع وتنام، فممكن اي حد يخش ويخرج داخل هذا القصر او يعني هذا الجسم، فبالتالي يبقى هنا الجسم يبقى عرضه في كل الامراض. طيب ايضا بيؤثر على الوعي باكثر من شكل، تقليل الوعي او تغيبه زي الافيون والهيروين كده، ده بيغيب الوعي كامل او بيقلل الوعي خالص، يبقى هو مش دريان، هو فين ورايح فين وجاي منين، ويبقى مش واعي بالدنيا واللي حواليه خالص. فده شكل من اشكال الاضرار الصحيه للادمان. ايضا الشكل الثاني هو انه ما بيبقاش منتبه للي حواليه. يعني ايه مش منتبه؟ يعني مش واخد باله من مين ده، بابا ولا ده مامته ولا ده الجيران ولا دول مين. تنبيه الوعي وتنشيطه زي الكوكايين كده، ما بيبقاش عنده وعي ولا دريان باللي حواليه، فالكوكايين ده بيضيع الوعي ده خالص
وما بيخلوش في حالة من النشاط. اضطراب في إدراك الواقع والهلوسة، يعني اللي بيخلي الفرد يهلوس وعنده اضطراب في الواقع اللي هو البنج والحشيش، يبقى البنج والحشيش بيعمل اضطراب في الواقع ما يخليناش دارين بالواقع ومهلوسين. الكوكايين بيمنع التنبيه والوعي. الله، يعني ده كل مادة كده بتؤثر بحاجة ثانية. طبعا ده بيأثر على الجهاز الدوري والتنفسي، الجهاز الدوري اللي هو القلب ومشتقاته، والجهاز التنفسي اللي هي الرئتين والحنجرة والقصبة الهوائية وبرضه الشعيرات الهوائية وهكذا. يبقى إذا آدي نواحي جسمانية. أيضا المدمن بيفقد الشهية وبيكون عنده وزان عام وبيشعر دائما بالدوار او الدوخه، وما بيبقاش عنده شراهه للاكل ولا بيحب ان ياكل كتير، فبالتالي بنلاقيهم حاسين بهزال وباستمرار جسمهم هزيل. ايضا المواد دي بتخلي الفرد المدمن عنده امساك باستمرار وعنده عسر هضم وعنده ضعف جنسي، وده بيعمل مشاكل زوجيه كتير جدا مع المدمنين مع ازواجهم، قد يصل الى الطلاق او الى القتل كمان. القيء والغثيان، انه باستمرار برضه في الناحيه الجسمانيه بنلاقيه بيبقى بيميل الى القيء ويبقى عنده الغثيان او المغص كده او الاحساس بالدوار والدوخه، وانه يقول انا حاسس انا هتقيء. اللي عنده العشاء الليلي عينه طبعا بتضعف، ضعف الدم، انيميا، زيادة ظاهرة إفراز العرق باستمرار بيعرق كتير والغدد العرقية بتشتغل بأكتر من اللازم وبترهق، وبيحصل له احتكاك في الجلد والهرش كده والاحتكاك الجلدي. بيحصل برضه عنده أمراض عصبية في الجهاز العصبي وأمراض نفسية. يبقى كل دي اسمها المؤثرات الجسمانية على المدمن في الناحية الجسمانية أو الناحية الصحية. طيب اظن كفايه نكد كده، مش كده؟ عايزين نعالج بقى. العلاج ازاي؟ لازم نخلي بالنا يا اخوانا عشان العلاج ده مهم جدا. اصل الوقع وقع خلاص، لكن احنا عايزين بقى العلاج. العلاج ازاي؟ اول حاجه في العلاج مرحله التخلص من السموم. احنا طبعا بنتفق كلنا ان العلاج عباره عن ثلاث مراحل. المرحله الاولى ان لازم نتخلص من السموم الجسمانيه دي. الجسم فيه سموم عايزين نخرجها الاول. فدي مرحله طبيه في الاساس. ذلك ان جسد الانسان في الاحوال العاديه بيتخلص من السموم تلقائي. يعني سبحان الله، احنا جسمنا في الناحيه العاديه بيتخلص من السموم تلقائي عن طريق التبول او عن طريق العرق او عن طريق البراز، فكده كده السموم بتخرج تلقائي. اما اللي بيعاني بقى من تعاطي المخدرات فدي طبعا، فالعلاج هنا بيقدم للمتعاطي في هذه المرحله مساعده الجسم على القيام بوظائفه الطبيعيه وايضا للتخفيف من الالام المصاحبه له. يعني هنا بقى بيبدا الاخصائيين، الدكاتره الاخصائيين بيبداوا يدوا للجسم ناحيه نفسيه وناحيه صحيه، بحيث ان تساعد الجسم على انه يتخلص من السموم بقدر الامكان الاول. يعني يديله مثلا مدرب بول عشان يبدا يطلع كل السموم اللي في جسمه، يبدا يديله مثلا علاج عشان يقدر يخرج كل الفضلات اللي في جسمه، انه يعرق كتير عشان يخرج كل السموم اللي في جسمه عن طريق العرق. المهم انه يساعد الجسم على التخلص من السموم. طيب مرحله بقى العلاج النفسي والاجتماعي، المرحله الثانيه. تتضمن هذه المرحله العلاجيه العلاج النفسي الفردي للمتعاطي. يعني احنا بنعالجه دلوقتي واحد واحد، يبقى كده علاج فردي. ثم بعد كده بنبدا نخش بقى على الاسره بقى، تمتد الى الاسره. بتتضمن هذه المرحله تدريبات عمليه للمتعاطي على كيفيه اتخاذ القرار. يعني نبدا نقول له بقى، بص خلي بقى انت ازاي تتخذ قرار انك تبطل او تخف من اللي انت فيه ده بالتدريج. ونبدا نكلم الاسره لو سمحتوا ساعدوه على انه يبدا يتخلص من هذه الافه. يبقى اذا العلاج النفسي والاجتماعي احنا بنخش على المتعاطي وباسرته، ونبدا نعمل لهم برامج ازاي يحلوا هذه المشكله ويواجهوا الضغوط اللي حواليهم من ابنهم او بنتهم. دي هو ابنه
بيبدا هو نعلمه على اتخاذ قرار انه خلاص مش هاخد او هخف سنه في سنه، هحل هذه المشكله، وتبدا الاسره تساعده على هذا العلاج طبعا بالطريقه اللي بيخش بيها الاخصائي عشان يبدا يقنعهم بيها. المرحله الثالثه وهي مرحله التاهيل والرعايه. بقى ايه مرحله التاهيل والرعايه؟ مرحله التاهيل اولا بتنقسم الى مرحله تاهيل علمي وتاهيل اجتماعي ومرحله الوقايه من النكسات. مرحله التاهيل العلمي بتستهدف استعاده المدمن لقدراته، ازاي نخليه يستعيد قدراته تاني ويرجع لنشاطه وفعاليته في مجال عمله ويرجع للعمل تاني ويعالج المشكلات اللي هو تسببها لنفسه وللاخرين التي تحول دون عودته الى العمل. طيب مرحله بقى التاهيل الاجتماعي بتستهدف بقى هذه العمليه، ازاي نعيد دمجه في الاسره والمجتمع تاني، ازاي ندخله مع بعض تاني، ازاي نوطد العلاقه تاني، ودي طبعا بتعتمد على تحسين العلاقه بين الطرفين، وبنحاول نساعد المدمن على انه يعمل على استرداد ثقته بنفسه وثقه اسرته فيه وثقه مجتمعه فيه، وده برضه دي مرحله ثانيه اسمها مرحله التاهيل الاجتماعي. المرحله الثالثه وهي مرحله الوقايه من النكسات. مرحله الوقايه من النكسات بيقصد بها المتابعه العلاجيه، نبدا بقى متابعينه. اللي بدأ هو طبعا يستجيب للمراحل السابقة وبدأ يشفى لفترات تتراوح من 6 أشهر لغاية 2 عامين، ممكن يصل العلاج والوقاية دي من 6 شهور لغاية 2 عامين، وبنصبر عليه لو سمحته طبعا بالتدريب، وبندرب الأسرة على انهم ازاي يكتشفوا ابنهم او بنتهم المدمنين دول كاكتشاف مبكر. ودي بتكون عبارة عن اكتشاف مبكر بحيث تظهر العلاقات المنذرة باحتمالات النكسة، ان ممكن النكسة ترجع تاني في خلال الفترة ديت، وازاي نتصرف فيها ونعمل وقاية تجاهها بحيث ان احنا نخلي بالنا ان النكسة دي ما تحصلش مرة تاني. طيب لو بصينا بقى لطرق العلاج بقى واحنا ماشيين بيها بقى حته حته، هنقول طرق العلاج اصلا بتبقى عباره عن 3 حتت. الحته الاولى وهي الحمايه الاجتماعيه. يعني ايه حمايه اجتماعيه؟ حمايه اجتماعيه بيقصد بها ان احنا نوعي الشباب بانواع المخدرات واثارها المدمره. يعني مثلا هنجيب المخدرات كده ونقول لهم يا اولاد خلي بالكم، الابيض ده اسمه هيروين، الاخضر ده اسمه بانجو، اللي مش عارف ايه، نوريها لهم لو سمحتوا عشان يبقوا هم عارفين، لان ممكن ياخدوها في قلب اكل او في قلب شرب وهم مش دريانين في اي مناسبه، وهو بيضحك عليه ويبقى عارف ريحتها عشان يبقى برضه عارف ما يجي ياكل حاجه او يشرب حاجه يبقى عارف الريحه، لان ممكن اصدقاء السوء يدسوا له حاجه زي كده وهو مش واخد باله. ففي ناس يقول لك انت كده هتوعي الواد بالانواع. ايوه وعيه عشان ما ياخدهاش، مش توعيه عشان ياخدها، تتوعيه بحيث تبقى التوعيه بحذر. يبقى يقصد بها توعيه الشباب بانواع المخدرات واثارها المدمره. يعني انا هقول لحضراتكم على موقف كان حصل، بس اخلص بس الحمايه ديت. بدايه تلبيه الحاجات الشباب من خلال المؤسسات الاجتماعيه والتروحيه مثل النادي ومراكز الشباب. في موقف حياتي مر بيا حضراتكم برضه هقول لكم، عشان ده بينفع في التطبيقات التربويه. يعني انا لو اتسالت عن سؤال في التطبيقات التربويه ممكن اقول حاجه زي كده. انا في سنه 96 بالظبط، سنه 1996، اكتشفت ان كان هناك في بعض الطلبه عندهم في قلب المدرسه ومعاهم مخدرات. وانا استغربت، يعني قلت لهم ايه ده، ايه يا اولاد ده الملوخيه دي ولا ايه اللي في ايديكم دوت؟ قالوا لي ده بانجو يا استاذ. الله، هو البانجو عامل زي الملوخيه كده؟ الله، طب ايه ده منين ومنين؟ المهم طب نعمل ايه؟ المهم لقيت الموضوع ده منتشر بينهم وبين ولاد بره، والعمليه هتبقى مدمره جامد. فرحت لاحد الاطباء النفسيين المشهورين على مستوى العالم، وهو من هنا من مصر رحمه الله عليه، وليه مستشفيات خاصه باسمه، وقلت له على القضيه ديت.
فقال لي والله يا ابني انا مستعد اجي اعمل لكم ندوه وعي، ندوه توعي الاولاد دول، واجيب معايا كل انواع المخدرات. قلت له طب حضرتك لو جبت كل انواع المخدرات ده يعني؟ قال لي لا ده دي عمليه وعي عشان نعرفهم. ففعلا ورحت المستشار الماده بتاعتي ماده علم النفس والاجتماع، خدت رايه، ورحت للمدير العام بتاع ادارتي خدت رايه، ومدير المدرسه. المهم اتوعدنا على يوم معين، وجرنان الجمهوريه والقناة الثالثه جم في اليوم دوت وسجلوا اللقاء دوت، وكان لقاء جميل قوي. وبدا رحمه الله عليه هذا الطبيب يطلع كل انواع المخدرات على الترابيزه في قلب حوش المدرسه. وساعتها جبت اولاد من ثانوي ومن تجاري، ثانوي تجاري وثانوي صنايع، وبنات من اعدادي وصبيان من اعدادي، وجبنا الاولاد اللي هم فعلا مدمنين بس بطريقه ذكيه، بحيث ان احنا لو كل مثلا فصل حتى كان في واحد كنت اجيب من كل فصل ثلاثه، يبقى الواحد ده في وسطهم بدون ما يعرف احنا جايبينه هو ليه. احنا مثلا نقول ايه كل فصل مثلا يا جماعه عايزين منه ثلاثه، وليكن ده وده وده، يبقى الاخصائي الاجتماعي عارف ان دول في وسط الثلاثه دول الواحد اللي عليه العين، فاحنا عايزينه دول عشان ما يبقاش برضه في اهانه ليه، ولا يبقى في ايه يعني نشهر بيه. وجبنا الاولاد الصبيان والبنات وحطيناهم في حوش المدرسه بسراد كبير، وكانت يعني كان كله فعل تطوعي وكان زي الفل، بسم الله ما شاء الله اللهم لك الحمد. يعني هقول لحضراتكم قعدنا بتاع اربع ساعات في الندوه دي، وبقى الاولاد يعني مش عايز اقول لحضراتكم ان انا بعديها جالي من الاولاد اكتر من نص شوال مخدرات بالانواع المختلفه، وسجاير ملفوفه وانواع غريبه الشكل، والاتفاق مع النواحي الامنيه اللي خاصه بالمنطقه تم حرق هذه المخدرات، واترمت في المجاري بلجنه على مستوى كبير، بحيث يبقى دي شاهده الناتج ده راح فين. وصدقوني بعد كده الاولاد يبداوا يحتكوا بينا لأي مشاكل، وربنا تابع عليهم. ولأن ساعتها الطبيب كان بيتكلم بيقول إيه بقى، بسم الله ما شاء الله ربنا يرحمه يا رب ويجعله في ميزان حسناته، بقى يمسك كل نوع من المخدر ويقول ده يا ولادي اسمه بانجو، ده بيتلف خلايا المخ وبيتلف خلايا الدم وبيجيب أمراض كذا وبيجيب أمراض كذا، اللي عاوز يبقى عنده الأمراض دي هو حر، إحنا بنقول لكم بقى بنخلص اللي في ذمتنا. ده يا ولاد مثلا اسمه مثلا الهيروين، ده بيتلف خلايا الجنس، مش هتخلفوا بكره، هتتجوزوا مش هتخلفوا، وهتبقى عندكم مشاكل ومش عارف ايه و و و و. فرعب الاولاد، اداهم توعيه بهذه المخدرات واثارها المدمره على ناحيتهم الجسمانيه والجنسيه والعقليه ومشكلات الدم وامراض الدم، لدرجه انه قال ان البانجو ده بيطلع كده في السودان لوحده كده بدون ما حد يزرعه. الجمال بتمر على الارض تقعد تاكل في الارض، تيجي عند الزرعه دي ما ترضاش تاكلها، عارفه ان هي مضره. فاما الجمل اللي هو الحيوان عارف ان ده مضر الجسم والدم والعقل وكل حاجه، يجي الانسان ياخدها اللي ربنا متعه بالعقل. تخيلوا كده ان الجمل يجي ياكل كده في الحشائش، يبعد عن الماده ديت. طب ايه دوت؟ فما حال الانسان اللي ربنا متعه بالعقل؟ أنا ما زلت لغاية دلوقتي أفتخر بهذه الجلسة اللي كان اتعملت، وبقولها كتير قوي في كل لقاء، بحيث إن احنا نوري ولادنا إزاي المخدرات بتسبب آثار مدمرة. أيضا قلت لكم قبل كده على برضو موقف في حياتي وأنا في تالتة إعدادي وأنا صغير طفل، كنا بنعمل لبنت خالتي شراهه الضفدعه للتدخين، فكانت بتحط للضفدعه كده السيجاره في فمها وتخليها تشرب السيجاره عشان تشوف شراهتها للتدخين، او التدخين بقى يعني ده سيجاره عاديه. كنا بنبص للدخان وهو داخل على الجهاز التنفسي على الضفدعه، الجهاز التنفسي اللي كان شكله احمر ودم زي الفل، بسيجاره واحده بيبقى اسود زي القار. يبقى اذا من ساعة ما شفت ان السيجارة دي بتعمل كده في الجهاز التنفسي بتاع الضفدعة، قلت فما حال الانسان بياخد كام سيجارة في حياته. فيعني عايز اقول لكم ان فعلا دي خبرة تربوية مرت بيا،
وبحكيها في كل جلسة وفي كل لقاء، بحيث ان احنا نعرف اولادنا ان ازاي الكلام ده مدمر على شبابنا وعلى فتياتنا. فعلا استاذة سامية احنا افتقدنا حاجات كتير قوي، ويعني فعلا افتقدنا الندوات اللي من هذا القبيل، لكن طبعا افادك الله، احنا طبعا كلنا بنستفاد من كده، ولكن احنا نتمنى ان كل الدكاترة وكل الناس المتخصصين في انه يقدروا يقدموا حاجة للشباب والفتيات في حياتهم يقدموها لوجه الله، بحيث ان هو يعني اصلاح فرد في المجتمع خير من الدنيا وما فيها. تخيلوا كده، وبس اصلحت فرد خير من الدنيا وما فيها. انا مش عايز اقول لكم على حاجات يعني برضو عشان ما تقولوش ان انا افخم في الموضوع قوي، يعني بدون قسم صدقوني، ودلوقتي انا سامع اذان العشاء وهو بيأذن، بدون قسم انا هقول لكم على بعض الشباب اللي كانوا حاضرين الندوه دي، كانوا مدمنين ادمان رهيب، تحولوا الى العكس تماما ودخلوا في الدين وتدينوا بطريقه، مش عايز اقول بقى طريقه متطرفه، طريقه جديده جدا، وحج وعمره، وبداوا يفتحوا شركات سياحه ويودوا الناس للحج والعمره، وحفظوا القران، ولغايه دلوقتي بيقابلوني يقولوا اليوم ده كان نقطه تحول في حياتنا، لان اليوم ده بالظبط يعني بقى لهم بتوع 18 سنه، يعني الطالب اللي كان عنده 16 17 سنه في الوقت ده عنده دلوقتي بتاع 35 سنه، فبقى مسؤول عن بيت وبقى مسؤول عن شغل معين، فحفظ القران وبقت اسرته كلها حافظه القران، وكان من ضمن الناس اللي كانت مدمنه ادمان رهيب جدا. فاللهم اصلح شباب المسلمين وشباب العرب جميعا وفتيات العرب وفتيات المسلمين والعرب جميعا يا رب. اللهم اصلح احوالنا يا رب العالمين. اشكرك استاذه سلمى، واشكرك استاذه ساميه، وربنا ينفعنا يا رب جميعا يا رب، وينفع بينا يا رب. يبقى ادي حضراتكم بالنسبه للحمايه الاجتماعيه في علاج الادمان. طيب ازاي نلبي حاجات بقى الشباب، بحيث ان احنا نبدا نفتح لهم المؤسسات الاجتماعيه والترويحيه زي النادي ومراكز الشباب. يعني مثلا اقول لحضراتكم على حاجه، واحنا دلوقتي مثلا داخلين في المعترقات السياسيه اللي احنا فيها في هذه الاونه، رجاء رجاء اللهم اصلح شبابنا وفتيات المسلمين والمسلمات والعرب جميعا. المؤسسات الاجتماعية، دور الشباب، دور الرعاية، نرجو من سيادة وزير الشباب في كل دولة عربية، وزير الشؤون الاجتماعية في كل دولة عربية، انه يفتحوا دور الشباب والرعاية والنوادي مجانية للشباب، او بحاجات يعني رمزية، بحيث ان احنا نخليهم يقضوا اوقاتهم، وخاصة في الاوقات اللي جاية دي شهور الاجازات من الدراسة، عشان ما يبقوش هم اولاد الهاوي ولا الحانات ولا البارات ولا وهكذا. رجاء انه يبقى في توافر فرص عمل، حتى لو فرص عمل في خلال الاجازات، بحيث ان احنا نقدر نلم اولادنا. الشباب والفتيات هم قاطرة الأمة، لابد أن يحسن استغلالهم واستثمارهم. هذه قوة شبابية، أكثر من 40% من سكان العالم شباب، شباب ما بين سن 12-13 سنة لغاية سن 40، دول 40% من سكان كل دولة، بيفوقوا 40%. فحرام حرام إن احنا نسيب هذه القوة المؤثرة الكبيرة في معترقات الشوارع والبطالة والنوادي مقفولة عشان غالية عليهم، ومش يقدروا يخشوا النادي الفلاني ولا النادي ده ولا المؤسسة الاجتماعية دي ولا التروحية. رجاء يبقى ليهم
يعني قانون يسن كده، قانون خاص للشباب بحيث انه يخشوا الاماكن دي مجانية ويتعمل لهم برامج مجانية، وكل اللي يقدر يقدم حاجة في هذه الدور مجانا يقدمها للاولاد في هذا السن. ربنا يكرمكم جميعا. لازم نحسن ظروف معيشتهم ونكافح الفقر ونوفر اماكن ليهم ونحارب البطالة ونوفر فرص عمل بقدر الامكان. دي مهمة جدا. ايضا حضراتكم لو بصينا للطريقة الثانية في علاج الادمان، وهي الحماية الشرطية والقانونية، انه بعد ما نعمل لهم هذه الحماية لازم نخلي بالنا بقى ان الحماية الاجتماعية في حماية ثانية خاصة بقى بالقانون او الرابع بقى، قانون الشرطي والقانوني، الحماية الشرطية والقانونية. طبعا بتكون عن طريق ان هناك تشريعات قضائية وقانونية تكافح المخدرات وتكافح الادمان. لابد ان يكون هناك اكتشاف المدمنين ونحطهم ونضعهم في مصحات للعلاج. لابد ان يكون هناك مصادرة لاموال المروجين وتجار المخدرات وعقابهم علنا وبسرعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. فمن خلال هذا نبدأ نقول هنا كده فعلا القانون لازم يكون رادع، والقانون او الحماية الشرطية والقانونية، بحيث ان يبقى رادع ويبقى مؤثر في المجتمع. ثم بعد كده اخيرا وهو العلاج. طبعا العلاج لابد ان يكون هناك اكتشاف مبكر. الاب والام والمدرسين والكبار وكبار المجتمع لابد ان هم يخلي بالهم من الاكتشاف المبكر وتشخيص المبكر للادمان. يعني نقول لحضراتكم يعني ايه اكتشاف مبكر؟ يعني كل اب وكل ام كده يخلي باله من سلوك ولاده كده، يشوف ولاده في سن المراهقه والشباب كده بدا مثلا يحصل لحورار حول عينه، بدا يحصل له مثلا نوم كتير، بدا ينعس، بدا يبقى جسمه يبقى فيه وزال، مش قادر يشتغل، مش قادر يعمل حاجه، مش قادر يقعد يذاكر، تعبان، يوم النوم ينام تاني، حالة شرود في الذهن، حالة انفعال، مش طايق حد يكلمه، انفعال بيبقى بطريقة ما كانش مثلا متعودين منه الانفعال ده قبل كده، انه يحب يقفل على نفسه ويقعد كتير بعيد عن الاخرين ويبقى منعزل اجتماعي. فلابد ان احنا نخلي بالنا من الحتة دي قوي، اكتشاف مبكر وتشخيص مبكر للادمان. عشان كده يعني انا بقول حتى لاولادنا اولاد الثانويه العامه بنقول لهم ايه، خلي بالكم ان انتوا لو جالكم مثلا جبتوا مجموع وجالكم كليه بعيده عن المنطقه بتاعتكم مثلا في اي محافظه تاني، ممكن تلاقي الوالد او الوالده يمنع، يقول لك لا ان شاء الله تخش معهد قريب مني هنا، ولا انك تروح كليه بعيده وتسافر او تقعد في مدينه جامعيه او تقعد في سكن بعيد عني، وكل شهر على ما اشوفك مره يعالم في الشهر ده ايه اللي يحصل لك من بعض ايه اصدقاء السوء. عشان كده بيمنعوا ان اولادهم يبقوا بعيد عنهم. فخلينا قريبين من اولادنا قوي، خلي الوازع الديني قريب من اولادنا قوي، نكتشف اكتشاف مبكر ونشخصهم بحيث نلحق نخش في العلاج، نوفر لهم الخدمات الصحيه والنفسيه المناسبه، نشجعهم على انهم يتعاونوا مع الاطباء اللي بيقدموا ليهم العلاج. يعني نقول له ان الطبيب اللي بيعالج دوت ده لازم تساعده وتسمع كلامه بحيث انه ده جاي يساعدك. ولازم نغير النظره اليهم من بعد ما كنا نقول له مثلا يا مدمن، او حد يقول له يا مدمن، لا يا جماعه لو سمحتوا ده مريض يشفق عليه ويتعامل على انه مريض يستحق العلاج ويستحق الاشفاق عليه. فما ينفعش ان احنا نقول له يا مدمن، او حتى الاطباء او اللي في قلب المستشفى سواء الممرضين او الممرضات، لما تتعمل حتى الحاله كده يقول لك ايه حاله المريض مثلا رقم واحد، حاله المريض رقم اثنين، ما نقولش المدمن رقم واحد ولا المدمن رقم اثنين، ما يصنفش كمدمن وما نقولش ليه كمدمن، لان احنا قلنا ان تصنيف الشخص كمنحرف ممكن ده تخليه يصل الى الانحراف. ادي حضراتكم بالنسبه للعلاج سواء الحمايه الشرطيه او الحمايه الاجتماعيه او العلاج. في النهاية أنا بقول لحضراتكم أنا الحمد لله أنا مبسوط إن أنا قعدت معاكم الفترة اللي فاتت دي كلها.
انا مبسوط ان انا قدمت حاجه قدام ربنا ارضى عن نفسي فيها. في نهايه الحلقه، كل حلقه زي ما قلت لحضراتكم في تطبيقات تربويه. التطبيقات التربويه بتاعه النهارده انا بسال فيها سؤال بيتطرق سؤالين، يعني سؤالين داخل سؤال واحد. فبقول ايه مثلا؟ من خلال خبراتك الحياتيه، الخبره اللي انت عشتها وشفتها او شفتيها حواليك وعشتيها، اوصفي حاله عاصرتيها او اوصف حاله عاصرتها، بحيث ان الحاله ديت تبين لي فيها اسباب الادمان لتلك الحاله، الحاله اللي شفتيها كمدمن. اي حد كمدمن سمعت عنه او شفتيه او شفته، او ايه اللي خلاه وقع في الادمان؟ ايه اسباب الادمان؟ الحاجه الثانيه ان الحاله ديت نهايتها كانت عامله ازاي؟ هل نهايتها سلبيه؟ الادمان وصله الى السرقه والقتل والسجن وموت حد، او هو انتحر او هو مات، ولا سبب لاهله ايه، ولا عمل ازمه في العيله ولا في المنطقه ولا ايه بالظبط، ولا نهايته كانت ايجابيه وتعالج وبقى زي الفل واصبح يفتخر به في وسط مجتمعه وعيلته. فاحنا عايزين من خلال خبراتكم الحياتيه اللي عصرتوها حضراتكم تبينوا لنا الحتتين دول، ايه هي اسباب ادمان تلك الحاله، وهذه الحاله كانت نهايتها عامله ازاي. ده التطبيق الخاص بهذه الليله، والتطبيقات الاخرى ان شاء الله تنزل لحضراتكم على العناوين التاليه باذن الله، اللي هتبعتوا لنا عليها الاجابات، اما عن طريق الايميل الخاص بيا dr.ahmedhajjaj@yahoo.com، او عن طريق فيس كورس الطفوله والمراهقه، وتكون الاجابات مجمعه طبعا. ايوه استاذه سلمى ربنا يكرمك، بتكون الاجابات مجمعه وقدام حضراتكم اسبوع، بتنتهي السبت القادم، الاسبوع ده النهارده السبت، بيبقى نهايتها بنستقبل السبت لغايه السبت القادم الاجابات مجمعه، عشان هيطلع لحضراتكم شهاده بحضور هذا الكورس، وبتكتبوا اسمكم كامل اللي تحبوا الشهاده تطلع الاسم فيه. حتى لو ليكوا اسم مثلا اسم شهره تحبوا يتحط فيه، ممكن يطلع يعني مثلا انا اسمي احمد عبد المنعم ابراهيم في الاخر حجاج. انا احب ان مثلا شهادة تطلع احمد حجاج او احمد عبد المنعم حجاج، فبكتب بين قوسين كده ده الاسم الشهره اللي انا احب يطلع بيه. يبقى ان شاء الله طبعا اسبوع من النهارده، يعني ان شاء الله على السبت الجاي يكون اخر ميعاد ان شاء الله يا استاذه سلمى. فريق الدعم. ادي حضراتكم قدامنا العناوين اهي، اما dr.ahmedhajjaj@yahoo.com، او فيس كورس الطفوله والمراهقه، او فيس دروسك اونلاين. وبالمناسبه دروسك اونلاين حضراتكم، هذا المعهد ضمن عمله ضمن معهد النبوغ المبكر، بقدم دروسك اونلاين منهج الثانويه العامه، عشان برضه لو حد حضراتكم دلوقتي سامعنا، لو ابنكم او بنتكم في الثانويه عامة، انا بقدم كورس لدروسك اونلاين في ماده علم النفس والاجتماع. قسمت الكورس ده على 6 محاضرات، انا خلصت 4 لقاءات، وناقص لقاءين بكره ان شاء الله الساعه 8 اللي هو الحد اللقاء الخامس، ويوم الاربعاء اللقاء السادس والاخير. هو عباره عن هذا الكورس عباره عن كورس في دروسك اونلاين لماده علم النفس والاجتماع للثانويه العامه. فاديت 4 وناقص 2 ان شاء الله يخلصوا بكره الحد، والاربع ان شاء الله للحلقه الاخيره. ايضا في صفحه ثانيه وهو معهد الدارين للنبوغ المبكر، وده المعهد الام اللي ربنا يجازيهم خير كل القائمين عليه، برضو ممكن الاجابات تتضايق عليه. وتليفوناتي الخاصة قدام حضراتكم اهي 0157761225، ده لأي تواصل تحت أمر حضراتكم. لكن طبعا الواجبات التطبيقات التربوية بتيجي تحريري على ال4 صفح اللي قبل كده، أو التليفون برضه الخاص الثاني 0101576800. في نهاية هذا الكورس
أنا بشكر فريق الدعم، أستاذة سلمى والأستاذة سامية وكل من ساهم في هذا الدعم والعمل العملاق. بشكر الأستاذة أماني وهي يعني الأستاذة العظيمة اللي عملت لينك وتواصل بيني وبين المعهد، وكانت إن شاء الله معرفة خير في عرضت علي هذا العمل، فكنت أنا مرحب بهذا قوي. بشكر كل من ساهم في هذا العمل لوجه الله، وهو عمل مجاني لوجه الله. بشكر كل اللي حضروا هذا الكورس، واللي ما حضروهوش موجود هذا الكورس أيضا على اليوتيوب، كل المحاضرات موجودة، وإن شاء الله تشوفوها وتشوفون التطبيقات التربوية وتبعتوها. في نهاية لقائي لا يسعني إلا أني أتمنى لحضراتكم كل توفيق وسداد في حياتكم الدينية والدنيوية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد عبد المنعم حجاج. شكر لله أستاذ سامي، ربنا يجزيك خير، شكر موصول، شكر لله، الله يكرمك. وأنا سعيد بحضراتكم إن شاء الله، وربنا يجزيك كل خير، الله يعزك يا رب، الله يعزكم جميعا، الله يعزكم، الله يعزكم جميعا، ربنا يعزك يا أستاذ سلمى، ربنا يعزك يا أستاذ سامية، ربنا يدينا العمر كده ونعمل كورسات تانية إن شاء الله. بس احنا بس داخلين على المعمعة بتاعت الثانوية العامة والكنترول، بإذن الله نجهز حاجة تانية إن شاء الله بعد كده إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بس أصروني عشان الفترة اللي جاية دي أنا داخل كنترول ثانوية عامة، فهيبقى في سهر وإن شاء الله بقى على بعد العيد الفطر كده إن شاء الله نبدأ نقدم حاجة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. لو حضراتكم جمعتوا التطبيقات التربوية ممكن تنزل دلوقتي أو تنزل بقى على الصفحة دي إن شاء الله. أنا يا أستاذة زينب الحمد لله على السلامة، أنت جيتي بعد ما خلصنا، الحمد لله على سلامتك. أستاذة زينب أهلا بيكي، أنت من الشخصيات الممتازة أوي في عمل التطبيقات التربوية. وأشكرك بالصلاة عن نفسي وبالنيابة عن أصدقائي بالمعهد. أنت من الشخصيات، أنت والأستاذة سامية والأستاذة سارة من اللي كانوا منتظرين في عمل واجبات وبشكل جميل قوي وبشكل محبك وطرق جميلة قوي في تواصل معنا. فإن شاء الله بإذن الله بتسع لقاءات هينزل كل ما هو خاص بالتطبيقات التربوية مجمعة، وقدامنا إن شاء الله أسبوع وتوصل لنا هذه التطبيقات عشان نقدر نطلع لحضراتكم شهادات بحضور هذا القسم إن شاء الله من معهد الدارين للنبوغ المبكر إن شاء الله. الله يعز حضرتك يا فندم. احنا استاذ زينب بادئين من الساعه 8 على التوقيت الجديد، احنا عندنا في مصر اصل الساعه اتغيرت بقالها 3 ايام فتقدمت ساعه، فيعتبر على الساعه القديمه احنا بادئين 7، لكن هي دلوقتي بادئين 8، فيعتبر كده يعني قعدنا بتاع ساعه ونص. ف يعني الحمد لله خير، الحمد لله خير خير، كله خير ان شاء الله. استاذ مهند الساعه ما اتغيرتش عندكم، معلش بقى احنا عندنا هنا الساعة بتتغير، في ساعة صيفي وساعة شتوي. أصبح الآن نعم أصبح الآن التوقيت مناسب فعلا لتوقيت السعودية، فعلا دلوقتي بقى التوقيت واحد، يعني دلوقتي احنا عندنا التوقيت دلوقتي بالظبط الساعة 9:32 دقيقة في مصر، وبرضه في السعودية بنفس التوقيت إن شاء الله. أستاذ مهند في دبي الساعة ما اتغيرتش، معلش احنا عندنا اتغيرت، فشوف بقى احسبها بقى، احنا عندنا الوقت 9:33 دقيقة.
فاحنا بنعمل حسب طبقة الخيرة فعلا زي ما الأستاذة سلمى بتقول. أي نعم، فنحن مثل توقيت مكة. أي نعم نعم إن شاء الله يا أستاذة زينب، أي رابط بيجهز المعهد بينزله بسرعة، والناس المسؤولة بتنزله، وفريق طبعا التسجيل بينزل كل حاجة بسرعة إن شاء الله. أيوة نعم، زي ما قالت الأستاذة سلمى كده فعلا بينزل على الجروب فعلا. ربنا يعزك، ربنا يعزك فعلا. الحمد لله الحمد لله، مع ألف سلامة. سلام. نعم فندم، نعم أنا معك. أيوة أستاذ سلمى أنا معك في أي استفسار تحت أمرك فندم. الله يعز حضرتك أستاذة سمية، الله يعز حضرتك، الله يكرمك فندم. ربنا يدينا الصحة ونقدم أكتر وأكتر إن شاء الله. ربنا يعلي مرادك كده إن شاء الله، يعرف ميزان حسناتك. الله يكرمك فندم، هذا من فضل الله. نعم هذا من فضل الله علينا، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله.